plows now, they say at Alamein. Yes, plows in the minefields now. So those that come to view that vacant scene, where death remains and agony has been, will find the lilies grow, flowers and nothing that we know. So they rang the bells for us and Alamein, bells which we could not hear. And to those that heard the bells, what could it mean? That name of loss and pride, El Alamein. وانا عندي 5 سنين سبت امي وابويا عند الحصيد نصرع بالغنم لقيت حاجه ما نعرفها شيء جت من دق فيها جت تكت فيه وبعدين قعدت نحفر في الارض حاجه تكلمت معايا كده اغمى علي بك سمعت صوت عامل زي صوت الطياره اللي عايزه تنزل في الارض كان عندي 7 سنين كنت بلعب في منطقة العلمين بنلعب الصمام نجري ورا بعض فدست أنا على اللغم ففرقع في رجلي قعدت أسبوع في المستشفى مطروح بعد فك الشيش لقيت صبعي مقطوع ناس يعني قرابايا بيقول لي يا رجل انت يدك الاثنين حوادني الدكتور قلت الحمد لله اللي عيني قاعده ورجلي قاعدين واقفين عليهم والحمد لله على كده والحرب العالميه ما جابتش الا ايه الدمار للصحراء وفي ناس ياما راحت ما خدتش ولا تعويض من الدول التي هي كانت في العالمين بالذات زي ايطاليا والمانيا وجميع الدول التانية اللي محتلتها بريطانيا. اول طرف صناعي عملته كان على حسابي بعد كده عملت في مطروح تبع الامانه التنفيذيه لازاله الالغام. كانت في ناس كتير ما بتعرفش تمشي غير ما عملوا المركز ده. والله أنا أتمنى له الصحة والنجاح عايز ينجح في المدرسة وبيته زي بيت الناس الناجحة آخرها وظيفة يعني ويكون مش عاطل بعد صرت تعلمت الحياة درس ولازم تعتمد على نفسك أتمنى أشوف ابني واللي زيه يكون حياتهم أحسن مننا وما يشوفوش اللي أنا شفته ومصر تبقى بخير على طول